قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. مشروع سقي الماء وحفر الآبار بمدينة فورت مونرو بباكستان. حيث كانت هذه القرية تعاني من شح المياه وصعوبة حصول عليه، مما يستدعي طلبه من أماكن بعيدة وحصول المشقة الدائمة في الوصول إلى الماء الصالح للشرب. وقد تم بحمد الله وتوفيق إنشاء مشروع سقي المياه في هذا المكان عن طريق شفية بنت ناصر الغامدي رحمها الله تعالى، أبنائها وأحفادها بواسطة أبو طارق جزاهم الله خيرا. حيث تم حفر بئر عميقة وتم الوصول إلى الماء الصالح للشرب وتجهيز بخزان المياه ومرافقه. ويستفيد من هذا المشروع المبارك مئات البيوت في هذه القرية والقرى المجاورة لها والآلاف من الأسر وكذلك عابر السبيل. وقد رؤي في هذا المشروع المبارك الاحتفاد بالمياه المهدرة في أحد الأحواض القريبة لتستفيد منه الطيور والبهائم. نسأل الله تعالى أن يجزي ممن كان سببا في قيام هذا المشروع المبارك، وأن يخلف عليه خيرا، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.